اللاعبين بدأوا يسلموا على بعض وبدأت الاحتفالات المغربية بتحقيق الفوز على المنتخب التونسي العربي الشقيق في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع. بالفعل بينجح المنتخب المغربي في الفوز والحصول على المركز الثالث والوقوع في المجموعة السابعة مع المنتخب الكرواتي في بطولة العالم ومنتخب أمريكا، بالإضافة للمنتخب اللي يحصل على المركز الأول في هذه البطولة. أما المنتخب التونسي هارد لك لقاء اليوم وبيحصل على المركز الرابع ويقع في المجموعة الثامنة مع الدنمارك والبلجيك والدنمارك وبلجيكا والبحرين في المجموعة الثامنة. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، بينتظر بس الإعلان عن جائزة رجل المباراة. وصلنا للنهاية والختام، مبروك للمغرب المركز الثالث ومبروك للمنتخب التونسي المركز الرابع. هنشوف جائزة أفضل لاعب في المباراة. هنشوف بيحصل عليها مهدي اسماعيل علاوي، هو لاعب اللقاء افضل لاعب في المباراة. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، الى ان نلتقي بحضراتكم في مواعيد اخرى قادمة. تقبلوا تحياتي، عبد الله الديدي.